ابطال تاني اعدادي، اهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات قناه دروس بلاش. النهارده ان شاء الله هنحل كل ما يخص الوحده التاسعه يونت 9 واتش ليسن اند ميك في كتاب ملحق التقويم المستمر والاختبارات. الكلام ده في كتاب ايه؟ في كتاب جيم. في اول تعليق هذا الفيديو هتلاقي رابطه تضغط عليه هيوصلك لقائمة التشغيل أو بلاي ليست يكون فيها كل ما يخص منهج تاني إعدادي، سواء من كتاب جيم أو من كتاب المعاصر، وهيكون فيه الروابط برضو الفيديوهات الخاصة بالفيديوهات اللي فيها شرح أجزاء ريدنج وأجزاء ليسننج. كمان قبل نهاية الفيديو بـ20 ثانية هتظهر لك شاشة النهاية أو إند سكرين، هرشح لك 3 فيديوهات مهمين جدا ممكن تشوفهم بعد نهاية هذا الفيديو مباشرة. كمان في فيديو لاحق ان شاء الله هنحل كل ما يخص يونت 9 من كراسة المعاصر للمراجعة والاختبارات. A week is enough. بداية من page 17 عندنا يونت 9 lessons 1 and 2. طبعا عندنا السؤال الاول choose the correct answer from A, B, C or D. طبعا دي تدريبات جميلة جدا بنعد نفسنا لامتحانات القادمة ان شاء الله. عندنا choose the correct answer from A, B, C or D. طبعا الجزئية الخاصة بالفوكابولاري عندنا number one. A space is a painting or photograph of a person's face, statue, portrait, scenery or play. يعني ايه الحاجة الرسم يعني او صورة لوجه شخص. هبنقول لوحة لشخص او صورة فنية او وصف بنقول ايه portrait. طبعا هنا عندنا A B. Number two. My mother likes to space our clothes at home. So دي اللي S O W يعني يبذر أو ينثر. عندنا A سو. طبعا عندنا S E W يحيك أو A يخيط. My mother likes to sew our clothes at home. Number three. Shall we go to the space on Friday? There is a new game there. يعني هل ممكن نذهب إلى إيه المكان إيه يوم الجمعة ده؟ في ألعاب جديدة أو لعبة جديدة هناك. عندك ميوزيوم، ثياتر، بارك اور هول. طبعا عندنا هنا بارك يعني حديقه. نمبر 4. All children like watching space on TV, cartoons, schools or clubs. كل الاطفال بيحبوا مشاهده ايه في التلفزيون؟ اكيد الرسوم المتحركه والكرتون. بس خلي بالك هنا نمبر A هنا كارتون اللي هي كرتون او علبه من ورق مقوى يعني. اما كلمه كرتون اللي هي الرسوم المتحركه وهي بي وهي الاجابه الصحيحه. بعد كده نمبر 5. I went to my brother's school's party and the pupils wore nice space photos, scripts, costumes or statues. طبعا ذهبت الى حفله المدرسيه الخاصه باخويا وكل الطلاب كانوا لابسين nice costumes اللي هي ملابس او زي يعني خاص بالحفلات. Number 6. Do you have any tickets for the space I like music very much? Hall, theater, concert or cinema? يعني هل انت معاك تذاكر لإيه؟ أنا بحب الموسيقى كتير جدا. طبعا عندنا هنا concert يعني حفل إيه؟ حفل موسيقي. Number 7. My sister is good at space scripts, playing, painting, drawing or writing. يعني أختي كويسة أو جيدة في أكيد هنا كتابة الإيه؟ النصوص، نص مسرحية، نص فيلم. هنا طبعا عندنا هنا writing A, writing scripts. مستمرين برضو في نفس الصفحة page 17 جزئية language وجزئية grammar وشرحنا قبل كده بالتفصيل وحلينا منها كمان في الفيديو السابق لده مباشرة. عندنا language number 8. Can you read this for me? I space C without my glasses. I am able to, doesn't know how, I'm not able to or can. طبعا ممكن اقول لك ايه هل تقرا لي الحاجه دي؟ طبعا طالما انت بقول لك تقرا لي الحاجه دي يبقى انا ما اقدرش، ان انا ليس لدي القدره ان انا اشوف بدون النظاره بتاعتي، يبقى I am not able to see. طبعا خدنا قاعده be able to اللي هي be اللي هي verb to be am او is او are وبعد كده able to وبعد كده المصدر. طبعا A verb to be able to بتساوي can وفي النفي تبقى A can't. طبعا هنا ممكن خلي بالك can't كانت تنفع عشان كده مش جايب لك في الاختيارات. طبعا ما فيش حاجة اسمها طالما هنا مش هنختار am able to، ما فيش حاجة اسمها I doesn't know how، ما فيش حاجة اسمها I، خلي بالك I can كانت تنفع لو هنا يقدر يشوف، لكن هنا I can't see without A or I can't see without my glasses. Number 9. Space you help me with the bags please.
are, can, does, have. يعني ممكن تساعدني اللي هو ايه، ان انا بالحقائق في الحقائق بتاعتي يعني. طبعا عندنا هنا، طبعا هنا بقول لك ايه، can. can يعني هل تستطيع ان، can you help me. طبعا هنا are لو are you able to، وهنا does مش هتنفع does you، و have مش هتبقى ايه، لا تناسب الجملة. Number 10, my brother speaks how to cook very well. He is a chef in a French restaurant. No, knows, can or is able. طبعا هنا هو يعني اخويا ايه، اكيد هنا يعرف كيف. خدنا قاعدة know how to. Know how to or knows how to. طبعا هنا knows how to عشان الاس هنا ايه، الفعل ايه، المفرد هي. بعد كده السؤال الثاني، complete the sentences with the correct form of the word or words in brackets. طبعا عندنا جزئية دي خمس جمل وعليهم ايه، درجتين ونص، كل جملة نصف درجة. عندنا number one، he can space using my car if he needs it. يعني يستطيع ان يستخدم السيارة بتاعتي اذا هو محتاجها. طبعا كان يأتي بعدها فعل في المصدر سيادة من غير زيادة، الفعل بدون اي اضافات. طبعا using هتبقى ايه، use. طبعا تحذف ال ing بس ترجع الاي لكلمة use. use يعني يستخدم. Number two، Shahinda space be not able to attend the meeting. خلي بالك able to قادر على او قادر على، بس دي منفية. منفية يبقى هجيب ايه، طبعا Shahinda كان ناشي، يبقى Shahinda is not، يبقى is not able to attend the meeting. بعد كده number three، my father space not know to drive a car. يعني والدي لا يعرف كيف ان يقود السيارة. طبعا النفي بتاعها نفيناها بايه، كنا بنفيها ب don't or doesn't. طبعا طالما my father كأنه هي، يبقى my father doesn't know how to drive a car. يبقى my father doesn't know how to drive a car. طبعا عندنا كلمة how to نكتب how H-O-W بعد كده to drive a car. Number four, we space not able to keep or take photos of the paintings because cameras are not allowed. يعني غير مسموح لينا ان احنا ناخد نلتقط صور لرسومات او كده، لان الكاميرات مش غير مسموح او غير مسموح بالتصوير هنا. يبقى we لازم تحط verb to be هنا، يبقى منفية كمان، we are not able to take photos. بعد كده number five, they space able to play musical instruments. طبعا هنا able to لازم يسبقها verb to be. verb to be طبعا عندك ال subject they، يبقى هنا they are، يبقى they are able to play musical instruments. كده يعتبر خلصنا درسين الاول والثاني. بعد كده unit 9 lessons 3 and 4. طبعا عندنا السؤال الاولاني، complete the following dialogue. طبعا الديالوج حبايبي بيجي، we have 10 exchanges، عندنا 10 تبادلات، we have 5 gaps. طبعا دي جزئيه السبيكينج. طبعا لازم تبقى كويس وشاطر جدا انك تقرا المحادثه كامله بدون حل عشان تعرف مين بيكلم مين، بيتكلموا عن ايه، وبتبدا تستشف الايه، الاجابات المطلوبه. طبعا ال 5 gaps هنا عندي 2 questions، عندنا سؤالين اللي هو زي نمبر 2 ونمبر 4، بعد كده statements زي نمبر 1 ونمبر 3 and نمبر 5. نقرا مع بعض هنا. اول حاجه، رانيا اند اميرا ار توكينج اباوت ذير فيفرت هوبيز. رانيا واميرا يتحدثان عن هواياتهم الايه، المفضله. فرانيا بتسال اميره، بتقول لها دو يو هاف اي فيفرت تي في شو، يعني هل انت عندك برنامج او برنامج معين مفضل لك. خلي بالك اميره هنا هترد رد، بس رانيا رجعت وقالت لها واي نوت. طالما قالت لها واي نوت، لماذا لا، يبقى طبيعي اميره قالت نو اي دونت هاف اي فيفرت تي في شو، ما عنديش برنامج يعني معين او مفضل. رانيا بتسالها واي نوت، خلي بالك هتسالها كمل السؤال. اميره بتقول ماي فيفرت هوبي از واتشينج موفيز، اي جو تو ذا سينما توايس ا مانث. يعني هوايتي ان انا بتفرج على ايه، الافلام في السينما. واتشينج موفيز الافلام، اي جو تو ذا سينما توايس ا مانث، يعني بذهب الى السينما ايه، مرتين في الايه، في الشهر. يبقى اكيد رانيا سالتها او عاوزه تسالها هنا ما هي هواياتك المفضله. ممكن تقول وات از يور فيفرت هوبي، وات از يور فيفرت اي هوبي. اميره ردت عليها ماي فيفرت هوبي از واتشينج موفيز، اي جو تو ذا سينما توايس ا مانث. رانيا ترجع تقول انترستنج، حاجه جميله، حاجه شيقه. وات اباوت ريدنج، طب وايه اخبار القرايه معاك ايه، وماذا عن القراءه، do you like to read books.
خلي بالك أميرة هنا هتجاوب، هتقول يس اور نو، معرفش، بس رانيا ترجع تسألها سؤال، وبعد كده أميرة تقول I like to read adventure stories، أنا بحب أقرأ القصص المغامرات. What about you؟ طالما هنا في أميرة قالت I like to read adventure stories، يبقى هنا أميرة لازم تقول الرد الأولاني كانت Yes I like reading very much، Yes I like reading very much. ترجع رانيا تسألها سؤال What kind of books do you like to read؟ What kinds of books do you like to read؟ يعني ما نوع، أو What kind or what kinds، خلي بالك الاتنين صح، ما نوع الكتب اللي هي تحب تقراها. فقالت لها أميرة I like to read adventure stories. What about you؟ خلي بالك رانيا هتجاوب إجابة هنا أهو، وبعد كده أميرة بتقول لها Great there is a concert، في حفلة موسيقية next weekend، نهاية عطلة الأسبوع اللي جاي، let's go together. طالما هنا أميرة قالت لها there is a concert يبقى حاجة خاصة بالموسيقى، فهنا رانيا هتقول إيه؟ I enjoy going to concerts. I enjoy going to concerts، يعني أنا بستمتع بالذهاب إلى إيه؟ الحفلات الموسيقية. مستمرين في بيج 19 lessons 3 and 4. عندنا جزء الخاص بالفوكابولري، عندنا نمبر 1 He spent the last 10 years of his life space a wheelchair after a fall which left him disabled by four at in. طبعا استخدمنا الجزئية دي وكانت في الفيديو اللي فات لما قلنا نستخدم حرف جر ايه البريبوزيشن ان. ان a wheelchair يعني هو قضى اخر 10 سنين من حياته في كرسي ايه متحرك بعد الحادث او الوقوع السقوط الذي سبب انه يكون ايه عاجزا يعني. طبعا in a wheelchair، خلي بالك ركز على prepositions. Number two I can't space life without the internet now cry wonder live or imagine. لا استطيع ان ايه الحياة بدون الانترنت دلوقتي، الانترنت بقى حاجة مهمة جدا دلوقتي، يبقى هنا I can't ايه I can't imagine، لا استطيع ان اتخيل الحياة بدون الانترنت. Number three, my brother is a radio reporter and he makes space with famous people. Interviews, meetings, reviews or views. طبعا يعني أخويا يعتبر صحفي أو يعد تقارير بذاعية وبيقيم يقوم بإجراء اللي هو المقابلات، اللي عرض مقابلات اللي إيه بنقول عليه interviews. Interviews يعني مقابلة شخصية with famous people. Number four, he is blind. Blind يعني أعمى، كفيف. So he goes to a space school for the blind. Private, special, general or public. يعني هو كفيف أو أعمى، طالما هنا كفيف أعمى، أعمى. He goes to a special school. Special school خاصة، special school مدرسة خاصة بالمكفوفين. طبعا خدنا برضو الفرق بين private و special في الفيديو اللي فات وشرحناه بالتفصيل. Number five, the people love her because of her funny space, personal character, relationship, concerts. يعني الناس بيحبوها كتير جدا لأنها إيه أو بسبب of her funny إيه of her funny character. Character يعني إيه شخصية. طبعا كلمة personal شيء شخصي، relationship يعني علاقة. عندنا هنا concerts على حفلات موسيقية. عندنا number six, I love my cousins. We have a good space. Rival character relationship or newspaper. طبعا انا بحب اولاد عمي اولاد خالتي بنات عم بنات خالتي، طبعا cousins ليه اكثر من معنى. We have a good relationship يعني لدينا ايه علاقه ايه علاقه طيبه. Number 7 students practice their musical space in the afternoon machines devices tools or instruments. طبعا هنا students الطلبة يعني بيتدربوا على الآلات الموسيقية in the afternoon. طبعا هنا عندي musical instruments. Musical instruments يعني آلات ايه موسيقية. ندخل على جزئية language ويعتبر دول ثلاث جمل سهلين جدا. Number 8 after 2 years in China بعد سنتين في الصين I space know I space how to speak Chinese fluently. No knows is able to. طبعا طالما هنا في I مش هتنفع I is able to or I is able فقط، وما ينفعش برضو تقول I knows. هنا طبعا لازم تقول I know how to speak Chinese fluently، يعني كيف أتحدث اللغة الصينية بطلاقة. Number 9 my sister space to run a marathon can is able knows or able. طبعا طالما هنا فاتوا
كان مش هيجي بعدها تو، لان كان يجي بعدها فعل في المصدر is able، ماشي ما فيش مشكله، بس هنا ايه يبقى هي دي الاجابه الصحيحه. وبعد كده knows my sister knows، knows هتبقى عاوزه how، خلي بالك knows هي تطلب كلمه how مش موجوده، وبعد كده able مش هينفع لوحدها. بعد كده نمبر 10 do you know space this mobile، يعني هل تعرف ايه هتعرف تصلح الموبايل ده، fix how to fix how how to fixing or how fix. طبعا القاعده بتقول لك know how to، know how to يبقى do you know how to fix this mobile. بعد كده ننتقل ل unit 9 lessons 5 and 6 الدرسين الخامس والسادس. عندنا dialogue جديد تاني، عندنا جزئيه السبيكينج. ادم از انفايتنج منير تو اتند هيز بيرثدي بارتي، يعني ادم بيدعو منير او بيعزمه يعني ان هو يحضر ايه حفله عيد ايه ميلاده. فطبعا ادم بيكلم منير، هاي منير ازيك يا منير عامل ايه يا حبيبي وحشتني، اتس ماي بيرثدي بارتي تومورو، يعني حفله عيد ميلادي بكره. فمنير بيقول له هاي ادم، طالما عيد ميلاده مبدئيا هيقول له هابي بيرثدي، هابي بيرثدي كل سنه وانت طيب. فادم بيقول له ويل يو كام تو ماي بيرثدي بارتي، يعني هل ممكن انك تيجي حفله عيد ميلادي. خلي بالك هنا منير ممكن يقول له يس اور نو، بس هنا بيكمل بيقول له شال اي برينج اني ثينج وذ مي، طب انا اجيب اي حاجه معايا. طالما قال له ان انا ممكن اجيب اي حاجه معايا يبقى بالتالي جاي، فطالما بالتالي جاي يبقى ممكن يقول له يس يس اوف كورس اور يس ايد لاف تو او ادو ذلك. بعد كده ادم لما منير ساله شال اي برينج اني ثينج وذ مي، هنا بيقول له ادم هيقول له ممكن تجيب حاجه معينه، وي كان بلاي سام ميوزك ذير، وي كان بلاي سام ميوزك ذير، يعني هم ممكن يعزفوا او يلعبوا يعزفوا على الموسيقى هناك. فممكن يقول له يو يس يو كان برينج يور جيتار، يو كان برينج يور جيتار، يعني انت ممكن تجيب الجيتار ايه بتاعك. بعد كده منير هيساله سؤال، وبعد كده ادم بيقول له ات ستارتس ات 7 اوكلوك، it starts at 7 o'clock يعني الحفلة دي هتبدأ الساعة 7. يبقى طبيعي منير سأله عن التوقيت اللي هتبدأ فيه الحفلة، هنا هيقول له ممكن ايه what time does it start. خلي بالك what time بتساوي when، what time ما التوقيت or when نفس الكلام، لو قلت what time does it start صح، لو قلت when does it start ايه صح. بعد كده ادم بيقول له it starts at 7 o'clock. بعد كده منير هيسأله سؤال، ادم بيرد عليه بيقول له all our friends will come، كل زمايلنا هيجوا. فبالتالي اكيد منير سأله ممكن من سوف يأتي الى الحفلة، طبعا من يعني هو، هو للفاعل الايه العاقل، هو ممكن يقول له هو will come to the party، هو will come to the party. قال له ادم all our friends will ايه will come. بعد كده منير قال له ايه، قال له ايه great. مستمرين في بيج 21 صفحة 21، خلي بالك احنا مر علينا دلوقتي 18 دقيقة بالكتير قوي، في 18 دقيقة تانية ان شاء الله ونخلص هذا ايه الفيديو. عندنا complete the sentences with the correct form of the word or words in brackets. جزئية اللانجوج عندنا number one Peter space able write 100 words per minute، يعني بيتر لديه القدرة يكتب 100 كلمة في الدقيقة. طبعا عندنا able لازم تسبقها am او is او are، فبيتر كأنه هي يبقى ياخد is، يبقى is able ولازم احط تو كمان، يبقى التصويب هنا يبقى is able a is able to. بعد كده number two Sam's teacher says that he can space plays the violin pretty well in half a year، يعني مدرس سامي بيقول ان هو يستطيع ان، طالما كان يجي بعدها فعل في المصدر يبقى he can play play the violin، يعزف على ايه الفايولين. كمان جاء pretty well يعني كويس جدا في خلال الكلام ده، يعني خلال نصف سنة او ست شهور يعني. number three my sister space know not know how to do makeup، طبعا هنا my sister عايزين ننفيها، خلي بالك know how to بتتنفي قبلها don't or doesn't، فطالما هنا my sister كأنها شي تقول doesn't know، يبقى my sister doesn't know how to do makeup. how to do makeup يعني ما اختي الصغيره او اختي ما بتعرفش تحط ايه مكياج يعني or makeup. بعد كده number four are you able to، خلي بالك able to يجي بعدها فعل في المصدر على طول، doing تبقى do calligraphy. number five does Hannah able to practice the clarinet in her free time، خلي بالك طالما هنا فيها able to يبقى لازم انا سألت هنا verb to be اللي هو هل، يبقى am او is او are، طبعا am او is او are ما يناسب هنا
كأنها إيه إز سوري يبقى هنا نمبر 5 is Hannah able to practice the clarinet in her free time. يبقى هنا عندنا نمبر 5 هي is وليست إيه are. طبعا are دي لو الإجابة إيه you أو we أو they. يبقى هنا is Hannah able to practice the clarinet in her free time. يبقى هنا نمبر 5 الإجابة الصحيحة هي إيه is. بقى نمبر 6 I'm very busy today. أنا مشغول جدا النهاردة. So I space can go out with my friends. عشان كده أنا أكيد لا أستطيع أن أخرج مع أصدقائي. يبقى كان هنا تبقى إيه can't. بقى نمبر 7 Can your brother space taking some photographs. طبعا can وبعد كده فاعل ثم المصدر يبقى can your brother take some photographs. بقى نمبر 8 علي doesn't know why to answer this question. علي مش عارف ازاي كيف يجيب على هذا السؤال. يبقى خدنا قاعدة know how to or doesn't know how to. لو كانت منفية يبقى علي doesn't know how to. خلي بالك مش why. بقى نمبر 8 نمبر 9 Suzanne can space did karate she always wins. يعني يعني سوزان تقدر تلعب او تقوم باداء الالعاب الكاراتيه يعني. طبعا هنا كان ايه كان ويجي بعدها الفعل في المصدر يبقى كان ايه كان دو. نمبر 10 والجمله الاخيره عندي space are you know how to climb a mountain. يعني طبعا know how to بسال بدايه بدو او does. طالما هنا عندي you يبقى هنا ايه do you know how to climb a mountain. بعد كده نجري بسرعة كده على page 92 برضو في صفحتين كده ما يخص unit 9 page 92 صفحة 92. عندنا هنا choose the correct answer from A, B, C or D. Number 1 My sister my dress is damaged so my mother is space it acting, sewing, painting or playing. يعني الفستان بتاعي بايظ او متقطع يعني. So my mother is going to is sewing it. Sewing it يعني تخيطه او تحيكه يعني. Number 2 The children all wore funny space to the family party. Ahmed was a firefighter. Instruments, paintings, customs or costumes. خلي بالك customs يعني هنا عادات. هنا يبقى الأطفال كانوا لابسين إيه ملابس أو زي تنكري أو ملابس خاصة بالحفلات بنسميها إيه costumes. Number 3 Mona can't answer the phone because she is doing her space. Makeup, scenery, view or script. يعني مونا ما تقدرش ترد على التليفون لأن مشغولة بأنها تضع المكياج. هنا يبقى is doing إيه her hair makeup. Number 4 The space is fantastic in the play. You feel like you are in the mountains. An instrument, script, scenery or makeup. يعني هنا بيقول لك الايه الحاجة المشهد رائع في المسرحية. خلي بالك يبقى ايه بيحسسك كده انك انت you are in the mountains. يبقى هنا ايه scenery يعني منشد او منظر ايه طبيعي. Number 5 Which musical space can you play? Machines, instruments, costumes or clothes. يعني طالما هنا musical انا برتبط بكلمة musical instruments يعني آلات موسيقية. يبقى which musical instruments الى آلات الموسيقية can you play. بقى نمبر 6 Space is a funny drawing usually showing people or animals. حاجة كده رسم مسلي كده ممتع يعني يوجوال عادة بيبين ناس او الحيوانات. عندك هنا sculpture عندك cartoon or portrait or painting. طبعا هنا طالما هنا fun drawing يبقى هنا ايه cartoon. Number 7 Space means without paying money. حاجة كده بتعني انه بدون دفع المال او لا ما حاجة ما بتدفعش فيها فلوس يبقى هنا حاجة مجانية. عندي expensive, cheap, free or busy. expensive يعني غالي, cheap يعني رخيص. عندي free يعني مجانا خلي بالك, وعندي busy يعني مجهول. طالما هنا دي يبقى هنا ايه free يعني ايه free يعني مجانا. نفس الصفحة عندنا page 92 نكمل هذه الجزئية. Number 8 Space means art made from stone or wood that looks like people, animals or other things. يعني بيقول لك ان ده الفن النحتي يعني ده فن من يعتبر الاحجار او الخشب بيبين
بحاجة بيبقى شكلها زي الإنسان أو الحيوان أو أشياء أخرى، بنقول عليها sculpture. sculpture يعني إيه؟ فن إيه؟ النحت. طبعا عندي pottery اللي هو الفخار أو حاجة فخاريات أو صناعة الفخار، portrait الصورة الشخصية للشخص يعني كرتون رسوم متحركة. Number A, number 9. Space means the things that are made from clay, such as cups on the plates, cartoon, portrait, pottery, or sculpture. الحاجة الأشياء مصنوعة من الصلصال أو الطين زي الفناجيل والأطباق هنا أهو، بنقول عليها إيه؟ pottery. كلمة pottery اللي هي قلنا عليها فخاريات أو صناعة الفخار يعني. Number 10. A space person is a person who is not able to hear. deaf, blind, dwarf, or dumb. خلي بالك dumb هنا البي سايلنت، هنا الشخص الذي لا يستطيع أو ليس لديه القدرة أن يسمع، طبعا مش قادر يسمع، يبقى هنا إيه؟ يبقى deaf، يبقى كانت إيه؟ hear. a deaf person. طبعا blind يعني أعمى، عندك dwarf يعني قزم، والdumb يعني إيه؟ أبكم. أبكم يعني كانت إيه؟ كانت speak، لا يستطيع أن يتكلم. Number 11. A space person is a person who is not able to use parts of the body in the way other people can. deaf, blind, dwarf, or disabled. يعني عايز اقول لك الشخص اللي هو العاجز يعني اللي هو disabled person اللي هو الشخص الذي ليس لديه القدرة أن يستخدم أعضاء جسمه مثل الناس الآخرين يستخدمونها. Number 12. Rami is proud to space his sister and gives her a hug. two of on at يعني رامي is proud. طبعا خدنا قبل كده proud. proud of يعني فخور به. proud of ايه؟ فخور به. number 13. look at those people in the street. I space what they are looking at. wonder offer or say. خلي بالك wonder دي يعني يتعجب او يندهش. كلمة wonder دي يعني يتجول. كلمة offer يعني يمنح او يقدم. عند سي يقول look at those people in the street. بص على الناس في الشارع دي. I wonder اندهش او استغرب او اتعجب. what they are looking at. بعد كده 14. Lara always gives her grandmother a big space when she sees her. hug, bug, hug, or hang. طبعا لارا دايما بتدي تيتها بقى جدا حضن جامد بقى يا لارا. طبعا عندنا هاج يعني زي بيج يعني خنزير بي اي جي، عندنا باج اللي هو البق يعني حشره البق، عندنا هاج يعني ايه حضن، بعد كده هانج يعني يعلق او يعلق شيء يعني على حيطه مثلا. ايوه when she sees a she sees a hair. بعد كده اخر صفحه عندنا بيج 93. عندنا بداية من sentence number 15 عندنا هنا space means all the things that happen in a film. portrait, review, or scenery, or action. الحاجات التي الأشياء التي تحدث في فيلم بيقول لك الأحداث دي بنسميها action. يبقى هنا إيه action يعني means the things that happen in the film. number 16. don't space your car outside the school. A review, view, star, or park. عايز اقول له ما تركنش عربيتك خارج المدرسة. يبقى don't a don't park your car outside the school. 17. There is a great space from the top of the tower. A review, view, star, or park. يعني هناك ايه عايز اقول لك في منظر او مشهد رائع من قمة على قمة البرج. هنا يبقى there is a great view. view يعني منظر او مشهد يعني. Number 18. A space is the words for a play. view, scenery, script, or play. خلي بالك ايه الكلمات اللي المسرحية دي بنقول عليها النص يعني. النص بنقول عليه script. script يعني ايه نص سواء لمسرحية او فيلم. Number 19. Space is the type of art you need a camera to do. photography, portrait, painting, or calligraphy. يعني نوع من انواع الفن اللي انت بتبقى محتاج الكاميرا تستخدمها. طبعا ده فن ايه؟ فن التصوير. بنقول ايه؟ photography. 20. Jack throws the newspaper off to down or in. يعني جاك بيرمي الجريدة يعني او يحذفها كده يعني بنقول عليه ايه؟ بنقول عليه throw. يبقى جاك throws the newspaper down يعني ايه؟ يرمي ايه لأسفل. يبقى throws the newspaper ايه down. نيجي نخص الجزئية الخاصة باللانجوج نمبر 21. Space you like to listen to a famous orchestra on the radio? will, would, shall, could.
طبعا هنا هو يو لايك، انا بعرض عليك او بسالك يعني would you like، هل تود ان يعني would you like to listen to a famous orchestra on the radio. Number 22 space I bring some cakes or fruit، طبعا قلناها في الديالوج اللي فات دي او حاجه زيها، have would or shall، ده جزئيه السجستشن اللي هو الاقتراح يعني shall or do، طبعا نختار ايه shall. Number 23 space time or should I come to your house، what when how or where، طبعا طالما هنا time عندي what time يعني ما الوقت، what time بتساوي ايه when. Back in number A number 24 space you bring your fit phones have or where could، هنا ممكن بيطلب منه هل تقدر تجيب الهيدفون السماعات بتاعتك، يبقى هنا ايه could you bring، خلي بالك ده برضو يعتبر ايه طلب. 25 مريم knows space write a script، خلي بالك طالما فيها know or knows how to، يبقى مريم knows can how to how to be able، طبعا هنا لا مش تنفع، مريم knows how to knows how to تعرف كيف كذا، know how to write a script. بعد كده number 26 Susie space paint well، خلي بالك هنا هو able to لازم يسبق am او is or، طبعا ما سوزي كان شي كتبها تاخد is، وهنا ممكن يبقى is able to، او هنا برضو هناخد can بتساوي is able to. بعد كده know مش هتنفع know how to، لان سوزي دي كانها المفروض كنا نقول knows، وهنا knows how ما فيش to، خلي بالك هنا ما فيش ايه to ولا هنا ولا قبل كلمة ايه قبل كلمة ايه paint. نيجي لاخر تدريب بقى 8 جمل مش هيكملوا دقيقتين ان شاء الله. عندنا number 2 complete the sentences with the correct form of the word words in brackets. Number 1 can you space sewing clothes، خلي بالك can you يجي بعدها فعل في المصدر، يبقى can you sew، can you a sew clothes. بعد كده number 2 space you know how to use a computer، يعني عايز اقول واحد هل تعرف انت تعرف تستخدم الكمبيوتر، يبقى لازم استخدم verb to do في الاول do او does، بس عندي you يبقى لازم استخدم do، يبقى do you know how to use a computer. بعد كده اخر جمل number 3 sorry you able to speak French، يعني عايز اقول لك هل لديك القدرة انك انت تتحدث اللغة الفرنسية، يبقى هنا عندك ايه طالما فيها able to، خلي بالك طالما فيها able to يبقى استخدم verb to be، يبقى هنا are you، يبقى are you able to speak French. بعد كده number 4 can عادل space plays football or tennis، خلي بالك طالما هنا كان يبقى هل يستطيع عادل ان، طبعا كان وعندي فعل ثم الفعل في المصدر، هنا كان عادل play football or tennis. بعد كده number 5 Lamar can talking to the people at the drama club about acting، خلي بالك Lamar can، طالما شفت كان وفعل فيه هنا عندك ing or s تحذف ing او s، يبقى هنا Lamar can talk كان يجي بعدها ايه الانفينيتيف. بعد كده number 6 we need people who space able to do makeup، طالما هنا we need نحتاج ناس الذين قادرين على، يبقى able to لازم يسبقها verb to be am او is او are، فطالما عندي هنا الجمع هنا يبقى people يبقى هو ايه who are، يبقى who are able a able to. بعد كده number 7 space be he able to help with music، طالما هنا عندي be يبقى لازم استخدم verb to be، verb to be مع he طبعا مش ينفع am او a او is، يبقى هنا is he able to help with music. بعد كده number 8 I can paint a scenery، I can paint scenery if you want، يعني انا اقدر ارسم ايه منظر طبيعي كده if you want but space not know how to do makeup، بس انا ما اقدرش اعمل كذا، يعني اقدر اعمل كذا ولكن ما لا اعرف كيف ايه ان انا how to do it to do makeup، يبقى but I don't know how to do a makeup. كده انتهينا حل كل ما يخص يونت 9 في الكتاب التقويم المستمر والامتحانات. ألتقي بكم في فيديو جديد إن شاء الله ويونت A يونت 10. Thank you.